بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. والآن ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. أرجوكم صلاة الثانية أعلى من هذه. أحسنتم أحسنتم، هاي الصلوات والأصوات كلها ذخيرة لكم إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. لاحظوا إخواني، والذين يجتنبون، هاي واو واو العطف، عطف على من؟ والذين لازم قبلها فالذين أقوى، شنو هي؟ آخر الآية 26 يقول وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يعني أبقى للذين آمنوا، والذين، إذن كلمة والذين معطوفة على الذين آمنوا. الذين آمنوا ما عند الله خير وأبقى لهم، ما عند الله من الثواب أفضل من أموال الدنيا. وأبقى يعني أموال الدنيا ما تبقى، أموال الآخرة تبقى، هذا تكلمنا عنه البارحة. نأتي إلى الفرقة الثانية من الذين ما عند الله خير لهم وأبقى، وهم منه، وهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. كبائر الإثم شنو؟ الفواحش شنو؟ انتبهوا أخوة، الله سبحانه وتعالى قسم الذنوب إلى قسمين. قسم سماه الكبائر، كلمة الكبائر في عدد من آيات القرآن جت، مثلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الكبائر شنو هي؟ معظم المفسرين قالوا ذنوب الكبائر تلك الذنوب التي وعد الله عليها نار جهنم. نار جهنم مثل ايش؟ مثلا اكبر الكبائر الشرك بالله. الشرك بالله، الله سبحانه وتعالى وعد واوعد المشركين نار جهنم. المشركون نار جهنم، ايات كثيره كثيره، المشرك نار جهنم رقم واحد. رقم اثنين قتل النفس التي حرم الله، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه. شو كم عقوبة؟ عقوبة وراء عقوبة وراء عقوبة لمن يقتل مؤمنا متعمدا. أكو مرة قتل خطأ، قتل خطأ هم عليه عقوبة، لكن مو مثل عقوبة قتل عمدي. نعم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. بعدين يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا، مو عن خطأ، صاير عصبي مثلا في قضية، قضية عشائرية، وهذه موجودة عند كثير من العشائر نعوذ بالله، لمجرد صاير عصبي جر المسدس وقتله، وضرب خنجر وقتله، هذا اللي مشمول هذه الآية. يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا واحد، خالدا فيها هاي اثنين، وغضب الله عليه ثلاثة، ولعنه هاي أربعة، وأعد له عذابا عظيما. كم عقوبة صارت؟ خمس عقوبات لمن يقتل مؤمنا متعمدا. مؤمنا شنو معناته؟ كل من يشهد شهادتين هو مؤمن، كل من يشهد شهادتين هو مؤمن،
نعم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وليه يعني ابن أبو أخوه، هذا اللي عنده ولاية على الدم، الله منطيه حق سلطان حتى يأخذ قصاص. الأب الولد ابن مقتول عمدا، أب إليه حق يأخذ قصاص، يقتل قاتل ابنه، وهكذا. هذا الثاني من الكبائر. ومن الكبائر اليأس من رحمة الله، ومن الكبائر الأمن من غضب الله، ومن الكبائر أكل مال اليتيم، ومن الكبائر الفرار من الزحف. هاي كبائر قسم وصلوها إلى 7، قسم وصلوها إلى 27، قسم وصلوها إلى 70. نعم زين. الفواحش شنو؟ الفواحش هي الكبائر، ولكن قبحها أكثر، وهي الزنا واللواط وأمثال الزنا واللواط اللي فيها، مضافا إلى أنها ذنب فيها شناعة. شناعة اللي يزني قدام الناس، مو هذا شنيع يعني؟ واللي يمارس اللواط نعوذ بالله، هذا مو شنيع؟ نعم. يقول والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. زين، هي الفواحش ضمن الكبائر، ليش الله كررها؟ يقول لأهميتها ولشدة عقوبتها. الله شدد مثلا من أشياء اللي نسيت أن أقولها، عقوق الوالدين من الكبائر، قطع الأرحام من الكبائر. يعني أنت رحمك أخوك عمك خالك ابن عمك، إذا قطعته قطيعة، أنتوا عرب تعرفون معنى القطيعة شنو؟ هذا من الذنوب الكبائر اللي الله سبحانه قاطع الرحم، الله لعنه في 3 آيات من القرآن الكريم، ملعون. عاق الوالدين ملعون، هذه الذنوب الكبائر. يقول أما إذا هذه الذنوب الكبائر يجتنبها، ما يصير لا عند الزنا، لا عند الإواط، لا قاتل، لا هالأمور القبيحة اللي عددناها ما يسويها، باقي الذنوب الأخرى الله يسميها سيئات، ما يسميها صغائر، صغائر ما عندنا. عرفتوا مقصود؟ يقول عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. عد بعض الناس السيئات يسموها صغائر، بس صغائر ما عندنا. كل ذنب مهما أنت تعتبره صغير فهو كبير، لأنه إن من تعصي الله عز وجل. المعصية الرد على الله مو شيء هين، ترى مو خبز وبصل. معصية الله أمر عظيم، بس هذه الله سبحانه وتعالى جعلها درجات، أكو ذنب عظيم وأكو أعظم وأكو أشنع وأكو أقبح وأكو أعظم. زين، انتبهوا بالقرآن الكريم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش بعد، وإذا ما غضبوا، إذا أنت صرت غاضب، وإذا غضبوا هم يغفرون. طبعا الغضب قسمين، مرة أنت تغضب لله، رسول الله كان يغضب مو لنفسه، يغضب إذا رأى معصية، يغضب على المشركين. أما إذا أنت صرت عصبي لنفسك، نعوذ بالله واحد سبك، شال إيده وضربك، حكى وياك كلام إهانة، فأنت تغضب طبيعة تغضب. هنا الله سبحانه وتعالى يقول لك إيمانك تقواك، يقول إذا غضبت تغفر لمن؟ الذي أغضبك، الذي سبك، اغفر له
حتى الله هم يغفر لك. زين العابدين سلام الله عليه كان يمشي بالسوق، جاءه فد إنسان قبيحة سب الإمام. الإمام سكت، هذا الصبر الإمام ما سمع، إجا بكل وقاحة قال إياك أعني، يعني إلك سبيتك. والإمام قال له وعنك أعفو، شتيت بعد سبيتني أنا معفيت عنك خلص. أمير المؤمنين عليه السلام يوم فتح البصرة عرفت منه حارب عليا بالبصرة دخل المدينة فاتحا وياه كبار قادة الجيش، كبار أمراء العسكر. دخل الجيش فاتحا بعد ما راكب سيارة ولا راكب خيول، مشيا دخلها مشيا. جماعة من أهل البصرة شتمنا عليا عليه السلام، مالك الأشتر جر سيفه حتى يقتلهم. الإمام قال شو تسوي يا مالك؟ قال يا أمير المؤمنين سبب لك نساء كانن ويا المرأة المعروفة شتمنا عليا عليه السلام. قال سببنك يا أمير المؤمنين؟ قال ليش جرت سيفك؟ ما هو إلا سب بسب أو عفو عن ذنب، والعفو أولى. هذا أخلاق الإسلام، بس الشيطان ما يخلي. الشيطان نعوذ بالله يريد يجر الناس معه إلى جهنم. أحيانا تشوف رجل مؤمن صايم مصلي حجي رايح كذا، لكنه إذا فد واحد سب ما يقدر يضبط نفسه، لازم يسبه أو لازم يضربه. تعال سوي جلسة عشائرية على شنو؟ على كلمة واحدة. الله عز وجل يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم، زين العابدين سلام الله عليه كان جالسا بين أصحابه، إجا ابن عمه، ما أرد أذكر اسمه، ابن عم الإمام زين العابدين، يعني ابن الإمام الحسن عليه السلام، سب الإمام، سب ابن عمه، والإمام ساكت. جعل يكرر أنت كذا، كلمات قبيحة، والإمام ساكت. هل قد تكلم ضد الإمام إلى أن فرغ قلبه وراح؟ الإمام عليه السلام التفت إلى أصحابه قال أتحبون أن تسمعوا جوابي له؟ قالوا عقبش ابن رسول الله. عقب ما راح هو موجود وانت ساكت عنه يسبك وانت تصف، الآن الجواب؟ قال نعم الآن الجواب. قوموا. فقام الإمام وهو يقرأ هذه الآية والكاظمين الغيظ الله أكبر والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يقول الأصحاب عرفوا أن الإمام ما يقول له إلا الخير. رحت على الإمام عليه السلام، خرج بأصحابه إلى دار ابن عمه، دق الباب، خرجت الجارية خدامة فتحت الباب، قال لها زين العابدين قولي له علي بن الحسين جاي يدق الباب. راحت خبرته فجاء متحفزا، هاي الرواية اللي قلت متحفزا يعني شنو؟ يعني مستعد لضرب مضارب. قال جايب جماعته حتى يضربني. فلما جاء الإمام عليه الصلاة والسلام اعتنقه وقال له يا ابن العم إن كان الذي قلته في حقا فأنا أستغفر الله لي، وإن كان قلته الذي في باطلا فأنا أستغفر الله لك. حلت المشكلة.
هذا ابن العم تعجب على صبر الإمام، خلق الإمام، حلم الإمام، فقال الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله عرف إلك سواق إمام، ما إلي ما سوان إمام لأخلاقك بعد. رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات ومرات أغضبوه وآذوه بل ضربوه عفى عنه. وأبرز ذلك يوم فتح مكة المكرمة، مكة المكرمة يوم اللي فتحها رسول الله كلهم كفار، كلهم مشركين، كلهم أعداء، كلهم قتلة، فقام فيما بينهم قال يا معشر قريش بئس قوم نبي كنتم، لقد كذبتموني وآذيتموني وأخرجتموني من مسقط رأسي وجئتم إلى دار هجرتي وقتلتم أهلي وأنصاري، هاي سوالفكم سويتوها بي، واليوم مكنني الله منكم. يعني شنو؟ يعني اليوم روحكم بيدي أقدر أفنيكم كلكم. كان هم يجوز عن مشرك محارب. قال فما تروني صانعا بكم، ايش تتوقعون انا الان شو اسوي لكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. فقال اذهبوا فانتم الطلقاء، اقول لكم ما قال اخي يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. مو بس عفى عنهم، طلب لهم المغفرة، سأل الله يغفر لهم. هذا أخلاق نبينا محمد، صلوا على محمد وآله. وأنا أوصي نفسي، أنا أحيانا أصير عصبي، نعم، وأوصيكم، أولا أوصي نفسي، أقول أنت أول علم نفسك بعدين علم الآخرين. وأوصيكم يا إخواني، علينا أن نتمسك ونتأدب بأدب نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول لقد كان لكم كل واحد منكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. مو بس ما ينتقم، وإذا غضبوا ما يأخذ ثار ولا ينتقم ولا عنده حقد بقلبه، بل يغفر، يقول اللهم اغفر لهم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يضربونه ويشتمونه، يسمونه مجنون، يسمونه ساحر، يسمونه شاعر، يسمونه كاهن، وكان يقول اللهم اهد قومي فإنهم جاهلون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولذلك بركات هاي الأخلاق الكريمة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني قبل بكم دقيقة كانوا يكرهون دين الإسلام، من شابوا هذا الخلق الكريم قاموا يدخلون كل أهالي مكة، يعني خلال كم دقيقة هسه إسلامهم شان كان حقيقي أو مو حقيقي ما أدري. ورأيت إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم، بعدين في آية أخرى الله يقول له وإنك لعلى خلق عظيم، خلق عظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم. لنت لي يعني شنو؟ صرت لين، يعني مقاسي ولا خشن ولا عندك عنف مثل دول الدواعش، لا، لين بأبي، كله رحمة، حتى مع الكفار عنده رحمة، حتى مع المشرك عنده رحمة، لأن الله يقول وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ مو للمؤمنين بس، العالمين، حتى أعداءه كان رحمة عنده.
والذين اجتنبوا يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يغفرون لمن ظلمهم ولمن أغضبهم، ها، والذين استجابوا لربهم. هاي الصفات، صفات المؤمنين. اسألوا الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم هاي الصفات، يعطيكم هاي الصفات اللي هي هاي مفتاح دخول الجنة ودرجات العالية من الجنة. هاي الصفات إذا الله سبحانه وتعالى أعطاكم إياها وأعطاها لهذا المذنب الحقير، خلص بعد هاي السعادة. والذين استجابوا لربهم، استجابوا لربهم يعني شنو؟ يلا الله سبحانه وتعالى أمرنا بالمعروف، استجب، فليستجيبوا لي. الله يقول وإذا سألك عبادي عني، يعني رادوا مكاني، وين ربهم؟ يردون الله، يوصلون إليه. إذا سألك عبادي عني فإني قريب. شنو معنى قريب؟ معنى أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وراه يقول فليستجيبوا لي، يعني خلي عبادي يسمعون كلام، يطيع الله سبحانه وتعالى، يأمر الله، يطيعون الله في أوامره وفي نواهيه وفي آدابه وفي أخلاقه وفي سنته وفي سيرته وفي سلوكه وقيامه وقعوده ورضاه وغضب كله. نعم، علينا أن نستجيب لله. والذين استجابوا لربهم، وراها شنو عندكم؟ اقرأوا قول وأقاموا الصلاة. أقاموا أكو يقول فتصلوا، مرة يقول أقاموا الصلاة. صلوا خصوصا، صلوا يعني معنى واضح، صلوا. أقاموا الصلاة يعني لا تقدم شيئا على صلاتك، يعني إذا دخل وقت الصلاة، إذا عندك شغل بطل شغلك، إذا عندك دراسة أتركها، إذا عندك سفر أكو إنسان خو يصلي الظهر والعصر، يصلي المغرب وعشاء، يصلي، لكن الصبح لا، نعسان، نعسان ما يقعد، غالبا ما نعسان. هذا اللي تفوت صلاة الصبح ما أقام الصلاة. اللي أقام الصلاة صلوات الفريضة كلها، بل حتى المستحبات، النوافل، صلاة الليل، نافلة الصبح، نافلة المغرب، نافلة العشاء، هذا واضب عليه يا أخوان. وأقام الصلاة، أقام الصلاة، حافظوا على حدودها، على أوقاتها، على آدابها، على طهارتها، طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة المكان اللي تصلي به، طهارة المي اللي تتوضى منه. المي اللي تتوضى منه وتغتسل منه يجب أن يكون ماء مباحا، يعني دافع الأجور، أجور المي لازم تدفعه. المي يدفع أجور المي شهريا أو إذا شهريا أو كذا، يعني غصب. يغتسل ويتوضى بماء مغصوب، غسل باطل، وضوءهم باطل. نعم، شهر رمضان يصوم كله جنوب، ما طلع من الجنابة. الغسل الجنابة إذا كان بماء مغصوب باطل، يعني ظل جنوب، يدخل الحرم وهو جنوب، يروح للكعبة وهو جنوب، هاي مصيبة. أقام الصلاة يعني طهارة الصلاة، وضوءك، استقبال الصلاة، تعرف القبلة، تعرف الوقت، تعرف شروط لباس المصلي، مكان المصلي، هذا أقام الصلاة. زين، بعد شنو عندك؟ وأمرهم شورى بينهم. يقول وأمرهم، يعني أنت تريد سافر مثلا، ما تدري هاي السفر مصلحة أو لا، مضافا إلى عقلك لازم تزيد عقل شخص آخر، اثنين ثلاثة، قول يابا أنا أريد أسافر إلى مكان، مكان المكان، أريد أروح بالسيارة، بالطيارة، أريد أروح أركب الباخرة، استشير. هذا معنى في أمورك، في تجارتك استشير، في سفرك،
يجي خاطب يخطب بنتك رأسا تشيلها وتطهيها؟ أسألكم كل من كان شاطي باطي تسلم بنت الأمانة هاي عليك أو تسأل عنه هذا شلون هذا الولد عنده دين عنده أخلاق؟ أول اسأل عن دينه مو على فلوسه مو على راتبه ووظيفته، اسأل على دينه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، شرطين بس، لا تسأل على فلوسه ولا على سيارته ووظيفته أو عشيرته، دينه أخلاقه. أما إذا ما عنده دين صلاة ما يصلي، لا هلا ولا مرحبا، لا تطلبني. إذا يشرب خمر نعوذ بالله أبدا. قال صلى الله عليه أمير المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شارب الخمر إذا خطب لا يزوج، 60 سنة لا يزوج. ليش؟ لأن يشرب خمر، لأن صلاة ما يصلي. استشير في أمورك، استشير. إذا أنت تريد تأخذ لك بنية زوجة هم اسأل عنها، عن أخلاقها، عن عفتها، عن حجابها. هاي معنى الاستشارة. استشيروا في أموركم الحياتية، في مواضيعكم. أما في أحكام الله ما بي إشارة. أحكام الله الله مصدر حكمه، الأحكام صادرة الله سبحانه وتعالى، ما يحتاج من أكو دعاء في مفاتيح الجنان دعاء ليستشير. ماذا شايفينه ولا دعاء ليستشير؟ يعني الله هم يحتاج إلى يستشير أحد؟ لا، الله ما يحكم شيئا إلا الحق، لكن أنا وأنت نحتاج إلى مستشير. عندي مريض أرد راجع طبيب، مردد بين هذا الطبيب وهذا الطبيب وهذا الطبيب، أنا ما أعرف صدق ما أعرف، لازم شنو استشير؟ هذا الطبيب احسن؟ هذا الدواء احسن؟ ومن الامور اللي الان موجوده فيما بيننا متعارف علينا ويوميا انا خادمكم قاعد هنا، هذا الخيره معناه الاستشاره. تستشير الله، الهي اريد اسوي عمليه، الله سبحانه وتعالى يقول لك زين افعل او لا تفعل، زينه او مو زينه، اريد اسافر، اريد اتاجر، أريد أزوج، أريد أتزوج. استشارة وأمرهم شورى بينهم. زين، هنا مسألتين. الإخوان قالوا أبو بكر إنما إجى للسلطة بالاستشارة، المن استشاروا؟ لا والله لا استشاروا أبدا، ما استشاروا، يعني اعتمادا على مصادرهم ومصادر الشيعة، استنادا إلى كتبهم وتواريخهم وسيارهم، ما استشاروا أبدا. كانوا مراسمين الخطة في حياة رسول الله، كاتبين الكتاب وبقعين عليه أنه إذا مات رسول الله ينزع الإمامة والخلافة من أهل بيته ومن علي خاصة. مؤامرة كانت مو استشارة. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام خاطب أبو بكر شعرا بيتين، قال له: فإن كنت بالشورى أمرت أخذت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا. ويا من استشارت الذي أنت تدعي المشورة هم غايبين عنك، ويا من استشارت. فإن كنت بالشورى أخذت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا، وإن كنت بالقربى ملكت أمورهم فغيرك أغلى بالنبي وأقرب. أنت أقرب إلى رسول الله أو علي بن أبي طالب؟ هاي واحدة. إذن هاي مسألة. نعم، الآن البرلمان العراقي إذا يضعون قوانين في بالموضوعات ماكو مانع، ماكو مانع الموضوعات اللي ما فيها خلاف حكم الله تعالى،
مثلا على سبيل المثال، شنو رايكم انتم كمؤمنين، شنو رايكم في الربا؟ الربا حلال ولا حرام؟ غير حرام، بل من اعظم المحرمات. نسيت ان اكل الربا اعتبره من الكبائر، من الذنوب الكبائر. القران يقول واحل الله البيع وحرم الربا، بعدين يخاطب المرابين اهل اللي تعاطون بالربا، يقول فان لم تنتهوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. اكل الربا، معطي الربا، ها اللي يدفع الربا واللي ياخذ الربا كمن اعلن الحرب على الله سبحانه وتعالى. بينما البرلمان يقول لا، ربا حلال بعد، كل المصارف والبنوك والمحلات التجارية يتعاطون بالربا. نعم، ولذلك القوانين التي يضعها البرلمان أو مجلس الوزراء أو أي وزارة أو أي مؤسسة، إذا كانت مطابقة لحكم الله أهلا وسهلا، أما إذا كانت مخالفة لحكم الله اضرب بها عرض الجدار، اضرب بها على الجدار. أنا أتعجب والله أتعجب. اليوم كنت أستمع إلى البرلمان، واحد من النواب يريد يقرأ، بدال ما يقول بسم الله قال بسم الشعب، يعني الشعب صار شريك ويا الله، مو بشريك، مقدم على الله. الله لا، بسم الله لا، بسم الشعب إيه. شنو هذا؟ شنو هالمعنى؟ نسيتوا اسم الله وجي خليتوا الشعب مقدما على الله، يعني قدمتوا المخلوق على الخالق. وأمرهم شورى بينهم. زين، بعد أكو مسألة أخرى لعلك تقول الله يؤمر نبيه، فكركم يمي ولا الله يؤمر نبيه يقول وشاورهم في الأمر. زين، رسول الله على شنو كان يشاورهم في الأمر؟ رسول الله كان متصلا بالوحي، أوامر اللي تجي أوامر الله، شنو حاجته إلى المشورة؟ أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا مرة أجاوبك جواب السنة، مرة أجاوب جواب الشيعة. السنة يقولون أحيانا رسول الله كان عنده اشتباهات، الصحابة كانوا يصححون أخطاء، ونحن لا نقبل منهم هذا الكلام أبدا، لأن رسول الله كان معصوما بعصمة الله، لا ذنب ولا خطأ ولا اشتباه ولا سهو ولا نسيان. العصمة اللي احنا نعتقدها في رسول الله أعلى وأعلى وأعلى من الاسم، من العصمة التي، ولا كانوا يقولون معصوم، بس العصمة من الدرجة الباطئة الخفيفة. بينما نحن أهل البيت اتباعا لرسول الله نفسه، أن عصمة رسول الله عصمة من الدرجات العالية، فوق عصمة إبراهيم، فوق عصمة آدم، فوق عصمة موسى. موسى هم معصوم، آدم هم معصوم، يوسف هم معصوم، لكن رسول الله عصمته أعلى من كل هذول. إذن ليش الله يقول شاورهم؟ علماؤنا، أئمتنا، فقهاؤنا، حكماؤنا يقولون هذا مجرد يعني آداب أخلاقية، يعني حتى يكسب مودتهم يستشيرهم، لكن هو يقول وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. يعني هاي المسألة يقول لصاحبي شنو رأيك؟ يقول أنت شنو رأيك؟ يقول رأيي. أنت شنو رأيك؟ يقول أنا رأيي. بس يقول اسمع الآراء حتى تجلب قلوبهم، محبتهم، حتى يعرفون أنهم محترمين، أنت تقدرهم. زين، لكن بالنتيجة الخط اللي لازم تمشي عليه فتوكل على الله، يعني امشي على الخط اللي الله يأمرك، مو الذي يأمرك فلان وفلان وفلان. وشاورهم في الأمر. هذه مسألة المشورة. نعم.
وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون يعني شنو؟ الله رزقك مال، ها؟ انفق المال، تأخذ حاجتك أنت، عائلتك، واجبين النفقة، قرايبك، إذا صار عندك زيادة أعطي الفقراء. زين، واحد مال ما عنده، علم عنده، الله منطي علم، هذا اللي الله منطي علم هم يقول له ومما رزقناك من العلم انفق علمك، علم الناس، علم الذين يحتاجون إلى علمك. وهذا هو واجبنا إحنا الوعاظ والخطباء، هو هذا واجبنا. ومما رزقناهم ينفقون، عملا بهذه الآية الكريمة. مرة لا مال عندك، لا علم، لكن عندك جاه، أنت وزير، أنت رئيس وزراء، أنت شيخ عشيرة، أوامرك ماشية، يجي هذا الفلاح اللي ضمن تحت المشيخة مالتك، ها، يقول لك هذا الموظف أنت يسمع كلامك، مدير الشرطة يسمع كلامك، عندي شغل بالشرطة، عندي شغل مثلا في دائرة الكهرباء، كهرباء ما يعطونا هالأيام، مدير الكهرباء احكي وياه. ومما رزقناهم ينفقون، شيل التليفون، احكي ويا مدير الكهرباء، احكي ويا مدير الصحة، احكي ويا مدير الشرطة، احكي ويا هالوزير، الجاه والاعتبار اللي عندك انفق بيه. إذا مو بس المال، ومما رزقناهم من المال، من العلم، من الجاه، بعد من كل شيء الله سبحانه وتعالى اطلاق زيادة في سبيل الله. ومما رزقناهم ينفقون. نعم، بعدين والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هم ينتصرون يعني إذا واحد تعدى عليك، عندنا ظلم وعندنا بغي، البغي فد واحد ظلمك بدون سبب، أنت ما مسوي له شيء أبدا أبدا، بالعكس أنت أكرمته، أنت منطيه مال، أنت أديت له خدمة، أعطيته منزل، أعطيته كذا، لكن هو مخلي دابه ودابك، ها؟ وهذا بدل ما يتشكر من عندك، بدل ما يقدرك، يبغي عليك، يحشي عليك، يروح يحفر لك حفر. هذا الكلام، هذا العمل يسمى بغيا. الله سبحانه وتعالى أعطاك حقا إذا أحد بغى. والذين إذا أصابهم البغي يعني ظلم بلا سبب، عدوان بلا سبب، تنتصر يعني تأخذ حقك منه. أكو أيام اللي كنا بالغرب، إجانا عالم مسيحي قال بالإنجيل مكتوب إذا واحد ضربك على خدك الأيمن أعطيه خدك الأيسر، قل له أضربني على فيه. بينما القرآن يقول لا لا، ينتصرون، ضربك على خدك الأيمن إلك حق أن تضربه على خد الأيمن، بس ضربة واحدة ولا تسوي ثنت، لا تسوي ثنتين، لا، وضربة بنفس الضربة مو أشد منها، بمقدار جزاؤها. سيجي الآية الكريمة، والجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى، أكثر لا. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وصى أولاده، قال أنا إذا قتلت اضربوا قاتل ابن ملجم ضربة بضربة، لا تسوي ضربتين، لا تسوي، لأن هو قتلني بضربة واحدة، أنت قتلته بضربة واحدة. وبالفعل الإمام الحسن عليه السلام نفذ وصية أبيه، ضربة واحدة قتل ابن ملجم. نعم، وباقي أمور أخرى إن شاء الله تيجي الليالي القادمة. نسألك وندعوك باسمك الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله قوموا الآن تقديما لمولانا صاحب العصر والزمان، ارفعوا الأصوات. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وإلى أرواح المؤمنين الفاتحة مع الصلوات.